ومرت السنون، السنة تلو الأخرى، ومات ود وسواع ويعوق ويغوث، ومات نسر. وبعدها افتقدهم الناس، فدخل إليهم الشيطان بمكره. أين أولياء الله الصالحين؟ أين ود؟ أين سواع؟ أين يغوث ويعوق ونسر؟ هل نحن مقصرون في حقهم؟ لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين؟ نصورهم؟ نعم، أليسوا شيوخكم؟ نعم، هم أولياء الله الصالحين. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين؟ نعم، أليسوا شيوخكم؟ وهذا عمل يرضي الله. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض. لماذا لا ترسمون لهم صوراً؟ أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين؟ أليسوا شيوخكم؟ وهذا عمل يرضي الله. قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم. وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض. وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان، فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله. سأذبح لك الذبائح وأهب لك العطاء، ولكن اشف لي ولدي يا ود. أتوسل إليك يا ود، اشف لي ولدي. يا ود، أنت أول معبود في الأرض، اشف لي ولدي يا ود. يا
إلها أدعوك أن تزوجني بمن أحبها. وبالفعل كان ود أول من عبد من دون الله في الأرض. لقد انقسم أبناء آدم وذريته إلى بطنين، بطن يسكن السهل وبطن يسكن الجبل. كان سكان السهل هم بنو قابيل، وقد انتقل أهل السهل إلى أهل الجبل، ومعهم الشيطان الذي أفسد البشرية بعد ذلك. فقد أوصى آدم عليه السلام ألا يتزوج بنو شيث من بني قابيل، حزنا منه على ابنه هابيل. أما سكان الجبل فهم بنو شيث ابن آدم وإخوته. وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان.